اللي حصل في النيابة مع إسلام جاويش إن إحنا اتواجدنا في النيابة، دخلنا طلعنا فوق، فضلوا قاعدين فترة طويلة جدا مش عارفين فيه إيه ولا عارفين الاتهامات الموجهة ليه إيه. بعد كده فوجئنا بإن إسلام نازل مع الحرس والمفروض إن هم رايحين على القسم. دخلت المكتب مدير النيابة عشان أستفسر منه، فقال لي إن هو طالبين تحريات من الأمن الوطني بخصوص الواقعة. فلما حبيت اوضح له ان اسلام يعني اوريدي اصلا ليه كتاباته في السوق، وكان السنه اللي فاتت نزل الكتاب بتاعه في معرض الكتاب وخد تاني اعلى توزيع، ووريته نسخه من الكتاب، قال هو طمني وقال لي احنا مش هنحبس حد من غير سبب، وان المباحث المصنفات هي قضيه عاديه جدا. طلبت منه الاطلاع، ما مكنيش من الاطلاع، وانا طبعا ما كنتش اقدر ان انا اشد معاه لان انا ما معيش توكيل رسمي من اسلام وان كنت صاحبه، بس هنشوف بكره لان انا بصراحه مش مطمن. تحريات الامن الوطني ما اعتقدش يعني ان هي هتكذب المصنفات الفنيه، فالوضع ملتبس وحتى مش عارفين التهم المتوجهه ايه. المصنفات المفروض اختصاصاتها حاجات كتير، في كلام كمان متداول قوي على السوشيال ميديا، والغريبه ان انا اعرف ان اسلام جاويش هيتعود صباح باكر لتحريات الامن الوطني من جريده الوطن وانا موجود في قلب النيابه جوه وانا المحامي بتاعه. ازاي ده؟ انا مش عارف. فأي مكان نتمنى ان الحقيقه تظهر ونشوف في الدنيا تمشي ازاي. السؤال الاخير لحضرتك، ازاي اصلا يبقى في تهمه مصنفات فنيه واساسا الويندوز بقى ببلاش؟ يعني ده من ضمن الحاجات اللي فيها مشكله اصلا تشريعيه، ان في فجوه زمنيه اصلا بين اللي بيحصل في من مستجدات الحياه وبين المشرع نفسه اللي بيشرع القوانين. يعني النهارده هو مثلا احد الكلام المتواتر في وسائل السوشيال ميديا ان هو مثلا بيدير صفحه، مفيش حاجه اسمها بيدير صفحه، مفيش تهمه اسمها بيدير. احنا في قاعده في القانون بتقول لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. ايه النص اللي بيجرم ان انا ادير صفحه الا اذا كان فيها نوع من التحريض؟ وكل رسومات اسلام جاويش ما فيهاش اي نوع من التحريض، فده شيء غريب جدا. هو شغل كاريكاتير اجتماعي بيحاول ينتقد اوضاع المجتمع بشكل محترم، بعيد عن الاسفاف وبعيد عن السياسه. ايه برضه ده من ضمن المشاكل برضه، ان احنا مش قادرين، عايزين نطلع على الورق مكتوب فيه ايه. لا في الاسم مكنونا ولا في النيابه مكنونا، وفي النهايه احنا بنعرف من بره زينا زي اي حد، والمفروض ان احنا نصدق ونقول امين. الكلام ده مش مظبوط. في مشكله تشريعيه كبيره بخصوص السوشيال ميديا بالذات، في فجوه كبيره جدا وفي مشاكل كتيره جدا نتجت عنها، لان في مواد في القانون مطاطه وما غطتش النشر على الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي، بدليل ان بنلاقي قضايا كتير قوي بتبقى سب وقذف او تهديدات بالقتل بتتحرك لناس وناس تانيه ما بتتحركش. ايه المعيار؟ ما فيش اي ماده في القانون بتقول ان في معيار ايه، وما صدرش قانون لحد دلوقتي. نتمنى ان هم يتداركوا السقطه التشريعيه دي، وان هم يحاولوا يدوروا على المتخصصين في مجال السوشيال ميديا وفي مجال الانترنت علشان تبقى التشريعات نفسها متوافقه مع العقل والمنطق، ما تبقاش نوع من يعني زي ما بيتقال كده تكميم الحريات والافواه وبتاع، لان خصوصا في مواد كتير قوي في القانون مطاطه زي الماده 86 مكرر. ماده 86 مكرر بيقول لك اذا حزت ملصق موجود عندك او صوره مثلا خاصه باي جماعه ضد الدوله، دي تعمل لك مشكله وممكن تاخد فيها 5 سنين سجن. طبعا النهارده لما بيتبعت لي حاجه على الواتساب بتنزل اوتوماتيك في ذاكره الجهاز عندي، لو واحد هزر معايا وبعت لي اشاره رابعه مثلا انا ممكن اتحبس. ايه المعيار بقى؟ لازم المشرع هنا يتدخل ويبقى فيه معيار واضح، لان برضه انا بعذر النيابه في النهايه هتاخد بايه؟ تاخد بتقارير الامن، وتقارير الامن بالنسبه له خلاص خليه جوه لحد ما نشوف بقى.